المشكلة ديال المعاناة تاع السكنة ما عنديش، السكنة هي اللي ضراني، السكنة ما عنديش، هاني في مدينة تويسرا، والظروف قاسية بزاف أولي، وراه عندي 66 سنة مدنيش نقد حتى على الخدمة، راني طالبة من الله ومنكم ساعدوني مساعدة، وراني كارياها، عندي حنايا ثلاثة الناس من يجيو هكا شي ضيف ولا والله إلا كنحشم براسي. ما كان لي عون، كان البنت قاعده مسكينه، ما كان لا خدمه لا والو، والمسكين يحمل مره صافي، حتى هو كره الحياه ديالو، ملي كيقعد حدايا كيكره، كاين الحياه ديالنا ولدي، حنا ما طالبين حتى حاجه، طالبين غير مساعده، هذا الشيء اللي حنا طالبين ولدي، مساعده تساعدونا باش 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 قضيت. واه كرهت هكا، كرهت الكريه، وما حال واحد راك تشوف ها الكوزينه ها الدوش ها كلشي في بلاصة واحدة، حتى واحد ما يقبل هادشي، هو مات راجلك بكري، خلى لي عاد الولاد صغار ما مت عليهم، واني الله غالب السكنة ما كان، خلالي هادي مولات عام ونص، هادي لها قدام، قاسيت ماشي غير شوية ولا، كنفست عليهم، انا شقد انا درجة.